وين الدكتور منصور؟ قولوا له حنا جاهزين. وانا جاهز. هذا الروبوت اللي بنرسله للماضي عشان يشوف وش قصة الكارثة اللي صارت بالأرض. هذا هو أملنا الأخير لإنقاذ الأرض من الجفاف الشديد اللي سببوه البشر يوم أهدروا المياه وما حافظوا عليها. أحس بعطش. أتمنى أن تنجح المهمة وينجح الروبوت في تصحيح عادات البشر. يلا بسم الله. لحظة يا دكتور، شكله في شيء غلط. وقفه. ليه؟ في خطأ، الروبوت بيروح لتاريخ غلط. خلاص فات الأوان. إيش فيه بعد؟ كم مرة أقول الهدية تقفل الحنفية زين؟ هديل؟ شو مصحيك؟ ما سمعت الصوت؟ إلا شكل الصوت جاي من السطح. خلينا نشوف شو السالفة. بسم الله. وش ذا؟ وين أنا؟ وش جابني هنا؟ أنا وين؟ وفي عام كم؟ أنت في الرياض وحنا في 2020. شلون وصلت هنا؟ لازم أرجع للمستقبل وأصحح مكان الهبوط. المستقبل؟